أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في تقرير جديد من Equity Global Markets، معكم رائد الخضر. أولا نتحدث في هذا التقرير عن التوترات الجيوسياسية التي تحيط بالأسواق إجمالا، وبالتحديد نتحدث عن توترات كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة الأمريكية. فبعد التجربة الناجحة التي قامت بها كوريا الشمالية في نهاية الأسبوع الماضي لاختبار أحد الرؤوس النووية، الآن يعني الأسواق تتفاعل مع هذا الحدث بشكل كبير، ومن المتوقع أن يكون هناك صاروخ جديد، أيضا صاروخ يحمل الرؤوس النووية سيتم تجربته خلال الفترة القادمة. بالتالي الأسواق تتأهب لمثل هذه الأحداث، التوترات تتصاعد بشكل كبير، وطبعا بين كوريا الشمالية، بين الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، وكذلك أيضا كوريا الجنوبية، جميعها يعني نتلقى تصريحات متبادلة وتهديدات متبادلة في الآونة الأخيرة تشعل الأسواق بشكل واضح، تذهب نوع من المخاطرة أو الرغبة بالمخاطرة. لاحظنا اليلدز أو العوائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجع كبير فيها بسبب توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، من بينها السندات الأمريكية طويلة الأجل. كذلك لدينا ارتفاع في أسعار الذهب، وكذلك ارتفاع في الين الياباني أمام الدولار الأمريكي والفرنك السويسري. جميع الملاذات الآمنة في الوقت الحالي يعني تحت ضغط كبير وضغط شديد في الفترة الحالية، وبالتالي سوف نضع بعض المستويات المتوقعة لأهم المنتجات خلال التداولات هذه الفترة. طبعا إلى جانب الأحداث أو التوترات الجيوسياسية، لدينا بعض التصريحات المهمة التي كانت لأعضاء من الفيدرال الأمريكي يوم أمس، والذين زادوا الضغط على الدولار الأمريكي في الآونة الحالية، حيث أكدوا على أن هناك نوع من الضعف بمستويات التضخم، وذلك قد يؤثر على قرار الفيدرالي الأمريكي في الفترة القادمة بتشديد السياسة النقدية، وهذا يقلل من احتمالية رفع جديد لأسعار الفائدة. طبعا هذا أثر على الدولار الأمريكي كغيره من التوترات الجيوسياسية، ووضع ضغط كبير على أداء الدولار في الفترة الحالية، إضافة إلى انتظارنا بنهاية هذا الأسبوع وبتحديد يوم الخميس لقرار الفائدة من المركز الأوروبي. وبالتالي كما ذكرنا، كل اجتماع للمركز الأوروبي في الفترة القادمة سيكون أكثر وأكثر أهمية، طالما أنه يؤكد على تحسن الاقتصاد، ويؤكد على أن منطقة اليورو لا تتأثر باليورو المرتفع في الآونة الحالية، ويؤكد فكرة إمكانية تقليص برنامج التيسير النقدي. إذن المستويات المتوقعة، أولا مزوج اليورو دولار أمريكي في الفترة الحالية هو قريب من مستويات 1.1940، من المتوقع بشكل كبير أن تكون 1.1980 اختراقها مفتاح لمزيد من الارتفاعات وعودة إلى ما فوق مستويات 1.21، وذلك قد يمكن أن يحدث خلال تعاملات هذا الأسبوع، وبالتحديد بعد اجتماع المركز الأوروبي إذا تم التأكيد على تعافي منطقة اليورو. بالنسبة للذهب حاليا يستريح بعض الشيء بعد التصحيحات من أعلى مستويات التي وصل إليها عند 1344 دولار للأونصة، الآن هو عند مستويات 1300 وتقريبا 34 دولار للأونصة. المستويات المستهدفة عودة بالاتجاه الصاعد مرة أخرى، وارتفاعات قد تصل إلى مستويات 1340 دولار للأونصة على الأقل خلال تعاملات اليوم أو يوم غد. من الممكن بشكل كبير أن يستفيد الذهب من التوترات الجيوسياسية، بينما الدعم الخاص بالذهب هو عند مستويات 1331 دولار للأونصة. أخيرا نتحدث عن النفط، الذي أولا يستفيد من عودة المصافي النفط الأمريكية بعد إعصار هارفي الذي أثر على إنتاجها وعملها بشكل عام. بالتالي عودة هذه المصافي للإنتاج تعني عودة الطلب على أسعار النفط. النفط حاليا يرتفع، وفنيا يرسم نموذج كاب أند هاندل، وهو نموذج انعكاسي للاتجاه الصاعد. مستويات المقاومة التي يجب اختراقها حتى يكمل بالاتجاه الصاعد هي مستويات تقريبا 49 دولار للبرميل. اختراق هذه المستويات قد يعني إضافة 3 إلى 5 دولارات بالاتجاه الصاعد على أسعار النفط، وهي مستويات منذ فترة طويلة لم نراها
على أسعار النفط كعودة لتحسن هذه الأسعار باستغلال ضعف الدولار الأمريكي وأيضا عودة المصافي الأمريكية للعمل.